تتجدد كل عام في كربلاء المقدسة زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام، بحيث تأتي لعدة دلالات ومعان إسلامية وأخلاقية وعاطفية. صحيفة الاندبندنت البريطانية قالت إن زيارة 40 أعظم وأكبر تجمع ديني في العالم. وقالت الصحيفة أيضا في مقال نشرته تحت عنوان أعظم تجمهر ديني في العالم يحدث اليوم، إن زيارة الإمام الحسين عليه السلام المعروفة بالأربعينية تفوق حج المسلمين إلى مكة بنحو 5 مرات من حيث عدد الزائرين. وتطالب الاندبندنت البريطانية بإدراج زيارة 40 في موسوعات الأرقام القياسية العالمية تحت مصنفات عديدة. ويوجه كاتب المقال انتقادا لاذعا للإعلام الغربي بسبب تعاطيه المسيس مع الشعائر الحسينية، ويستنكر غضه الطرف عن أكبر تجمهر بشري سلمي يجري كالسيل الجارف من الرجال والنساء والأطفال. ويختم الكاتب مقاله مخاطبا القارئ الغربي بالقول إذا أردت أن تتعرف على الإسلام الحقيقي فعليك بزيارة 40. هذا وتتوافد الملايين إلى مدينة كربلاء المقدسة لأداء مناسك الزيارة كدلالة على سر التواصل الروحي والوجداني مع مبادئ ثورة الإمام الحسين عليه السلام، وللتأكيد الدائم أيضا على الولاء للمسيرة الحسينية الخالدة والتعبير الصادق عن نضج التجربة واستلهام الدروس والعبر منها. كما أن الزيارة هي صرخة مدوية ضد الظالمين والطغاة وتجديد البيعة للإمام الحسين عليه السلام. ومن أعظم دلالات ومعاني الزيارة الفكرية والعاطفية والروحية والدينية والعقلية أنها أربعينية إحياء ووفاء وتجديد الوعد للإمام الحسين عليه السلام. يوم 40 من قبل عام وانتظر يمت المواجه ترفع أعلام.